السلام عليكم. في الحلقة دي وفي بدايتها وضحت ازاي ان المنتمين لجماعة الاخوان ما عندهمش ادنى خجل او حياء من اعلان انتمائهم لغير دولهم الاصلية اللي بيحملوا جنسياتها، وازاي ان راشد الغنوشي في تونس وبكل وقاحة بيصرح بانتمائه المطلق لغير الدولة التونسية، وبيفاخر كاخواني بولائه التام للاتراك، وبيروح وبيتجاوز حساسية منصبه كرئيس للبرلمان التونسي، ويقوم يتصل بالسراج كلب تركيا في ليبيا علشان يهنيه باحتلال قواته وميليشياته والمرتزقة السوريين اللي بيشتغلوا لحسابه باحتلال قاعدة الوطية بليبيا. صادق الغرياني الإخواني المحترق في ليبيا كان صريح زيادة حبتين، وقرر انه يعلن ولائه، ومش بس كده لا، وعبوديته كمان للأتراك عن طريق الإفتاء بوجوب إعطاء حق التنقيب عن النفط في ليبيا لتركيا دون غيرها من الدول، يعني تفاخر بالخيانة العظمى لدولته ليبيا، وإعلان رسمي للولاء المطلق لتركيا. الغرياني وهو مجرد شيخ مأجور يحدد سياسات الدولة الليبية. طب انت ايه دخلك؟ انها العبودية للأعاجم يا سادة، هذا هو دين الإخوان. وانا هنا بتسأل، ايه المبرر يا غرياني ان ثروات ليبيا تكون للأتراك؟ مش انتوا فهمتوا الناس ان الأتراك بيساعدوكم لوجه الله وبدون اي مقابل؟ فتواكم القذرة دي اكبر دليل على انكم بلا انتماء، ولاكم فقط لمن يستعبدكم. انما رجالة ليبيا الحقيقيين فهم عارفين الأتراك كويس جدا، مش هيسمحوا لأردوغان ولا لأي كلب تركي انه يمد ايده على ثروات ليبيا. اما عن كلاب الأتراك امثالك يا غرياني، فأسأل الله تعالى انه يمد في عمرك ويفضل مخك شغال علشان تشوف وتستوعب الذل والمهانة اللي مستنية امثالك بعد سقوط صنمكم أردوغان. وساعتها هتلفوا زي الكلاب، مش هتلاقي ابدا اي حد يستضيفكم باستثناء حاوية القمامة قطر سابقا، ده اذا فضلت على الحالة هي كمان. وكفاية اسأل حد كده. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.